طيب السائل يقول التسبيح بالسبحة حرام أم مكروه؟ يا أخواننا التسبيح يكون بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن أصلا عشان ما ندخل نفسنا في أي شيء تاني، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبح كيف؟ في سنن الترمذي كان النبي عليه الصلاة والسلام قال يعقد التسبيح بيمينه بأصابعه، وجاء في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمهات المؤمنين أن يعقدن التسبيح بالأنامل بيدينهم يعني، ويقول إنهن مستنطقات، مستنطقة يعني اليد بعدين بيسألوك وبتتكلم بتشهد لك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أصلا الناس يجي يقول لك لا في عالم أفتانا قال بيجوز، وفي عالم تاني قال ما بيجوز، وده قال بيجوز كده، خلوني من القال بيجوز والقال ما بيجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسبح كيف؟ كان بيسبح بيده، بس نسبح بيدنا. نعم.